اجي الاسعاف اخذتني على المشفى لاني كان كنت مريض سل. فالدكتورة قال انه هذا ما بيعيش بده يموت، في اخذ ادوية. فاعطوني ادوية اللي هلا ادوية لعشرين يوم، اذا عشت بعد عشرين يوم اذا كنت عايش رجع لعندي لاعطيك ادوية. عمر الشغري من مدينة بانياس قرية البيضاء. تهمتي قتل ضباط، مشاركة بالثورة، أعلام وكل شيء ممكن الواحد يقوله تحت الضرب والإجبار. آخر اعتقال كان بتاريخ 16/11/2015 وكان عمري 17 سنة. تم إطلاق سراحي بتاريخ 11/6/2015 من سجن صيدنا العسكري. إذا الواحد بده يسكر فرع 215 ما مش الحل الواحد يسكره بدون ما يسكر التصفيه بقبر الهواء. هذا شيء يومي بتم يوميا حوالي الساعة 47 دقيقة للساعة 8. في رقم محدد بده إياه السجان من عدد الموتى، يعني اليوم كل يوم بدهم 40 هذا الشهر، تمام؟ إذا مات 37 قديش بنقص من 40؟ 3. فبيزيعوا أسماء 3 أشخاص حتى يطلعوا يتصفوا بقبرة الهواء. فبيزيعوا 3 أشخاص أسماءهم، بينتقوا حسب شيء محدد، بياخذوا الأشخاص بكلبشوها لوبرة، بيطمشوهم، بيطلعوهم على طابق الأرض، بعدين بينزلوهم تحت الدرج وهنيك في شوية كياس شمينتو، بيحطوهم بالنص، بيبتحوهم على الأرض، تيجي الإبرة وبيموت. دقيقتين كحد أقصى أو 3 دقايق بكون ميت خلال إبرة الهواء، بيموت الشخص. ضليت لحالي شهور بعد تحولت على فرع 248، ومن فرع 248 حولوني على الشرطة العسكرية بالقابون. الشرطة العسكرية بالقابون طلعنا على الجبل، دخلنا على صيدنايا. أول دقيقة بصيدنايا، أول دقيقة بصيدنايا تمنيت اني ارجع على سرية المداهمة والاقتحام، تمنيت اني ارجع على فرع 215 وعيش فيه 200 سنة تعذيب مقارنة مع اصوات التعذيب بصيدنايا. يعني هونيك ما بس قلبك بيرجف، هونيك بسجن صيدنايا صوت التعذيب مختلف، الخوف اللي بقلبك يعني مختلف مو مثل باقي الافرع. صيدنايا كان نظام انه بيجي سجان مع الصخرة، بيحطوا الاكل قدام مهجعك، بتطلع الصخرة لبرا، بيجي السجان ببلش فتح الابواب، بيفتح الباب
هسه في شيء بسيط جدا، جاط الاكل او السطل شو بده الواحد يسميه عريض مع انه فاضي غالبا، في شويه كسرات خبز، شويه برغله وشويه رز، وسطل شاي غالبا مغلي بيحرقونا فيه. الخوف كان لما هالشخص يلي كانوا يسموه رئيس المهجع، بيحطوا السجان شخص جسمه قوي مشان يموتوه، لما هالشخص بده يطلع يجيب الاكل، انت قاعد عم تشوف الاكل قبل ما يجي السجان بده يدخل ويفوت الاكل يفتح لك الباب، قاعد عم تفرج بالاكل يا ترى رح ناكل او لا، رح يموت رئيس المهجع ويكبوا الاكل برا او لا. غالبا بيجي بحطوا الاكل قدامنا بدخلوا لنا اياه على المهجع بيرجعوا بشيلوه بكبوه ممنوع تاكل. كان دائما بده يموت رئيس المهجع ويحطوا رئيس مهجع جديد لانه بده يطلع يجيب الاكل، بيطلع راسه بيضربوه بالحديد وبيجنزل على راسه بالكهرباء بيموت، بيجي راسه بالاكل بصير الاكل كله دم، بيطلعوا شخصين تانيين لازم يشحطوا رئيس المهجع والاكل لجوا، نحن نتقاصل نحط رئيس المهجع بالنص طاوله نحط الاكل عليه وناكل. هاي كان النظام. شو بدك تعمل؟ نفس الشيء ب 215 تحط الشخص بموت طاوله تحط الاكل فوقه، ما في محل، وين بدنا نروح؟ قلت خلص يا شباب انا بدي اطلع اجيب الاكل، الشباب يقولوا لي يا عمار انت بدك تموت، اذا مو جايبه الاكل مو لعبه، انت ولد بدك تموت فورا، خليك انت عندك حياه بجوز تطلع انت، لان انا بدي اجيب الاكل. بيدخل السجان حطوا الاكل على الابواب، فتح السجان الباب مره ثانيه بده يخليه يفتح الابواب ويدخلنا الاكل، لازم انت تطلع وتوقف وضعيه الركوع قدام الباب حتى يجي يفتح بابك، واقف انا هنيك بدي دخل الأكل. بيفتح السجان الغرفة الأولى، غرفة الثانية عم اسمع صوت الموت، عم يقتلوا ناس حتطلع شخرة الموت ويحطوا رئيس مهجع جديد. ثواني معدودة ما عاد اتحمل، بركض لورا برجع لنياشب، ما فينا ما فينا ما بقدر. طلعوا حد الثاني، ما بتجرأت، كان خوف. كانوا كل ما بفتحوا باب الجناح أحملة بتيابه، إذا كان عندنا تياب، لأنه لما بيضربك السجام كهرباء وكابل خلص ضربك إليك، بس لما بيضربك بالتجويع فأنت خلص بدك تموت الناس اللي حواليك لحتى تاكل أكلها وشربها وتشرب ميتها. صيدنايا كان عندي دائما خطة لعيش بكرة، إذا بيجيني بس ربع خبزة بقسم نصها وبعطيها لواحد تاني بقول له ليك رح أعطيك هالربع خبزة مشان هدف، أنا بدي أكل يوم واحد اشبع وموت. اليوم التاني جاني نص خبزة بعطيه ربع لواحد بقول له بدك ترجع لي إياها بعد شان بيوم الجمعة. مع كل الناس شهرين عملت مجاعة أصعب من المجاعة اللي عاملة فينا السجان، ما اكل، بدي احقق حلم، هذا اكبر من حلم البنايات والثروه وكل شيء بيخطر ببال البشر، اكبر بكثير، بدي اكل يوم واحد واشبع. جمعت واجا هاليوم الجمعه وحظنا كان حلو، دخلنا اكل كثير، كثير يعني مو كثير يعني نص خبز الواحد، حتى نحن دخل السجان بهذا اليوم وعم يقتلنا، وانا شو لك نسيان عم يضرب ما عم يضرب ما حاسس، بس عم فكر يا الله اليوم بدي جمع لي منفضة خمسة خبزات. فواحد محروق قلبه صار له ما اكل سنتين ونص، ما له قلب يبلش، فشلنا اللي حطيت الاكل جنبه ما لي قلب اكل، يعني انا مبسوط عم اتامل عم احلم
يوسف كان واحد من أعز أصحابي بصيدنا يا عاش معي فترة وطعماني من أكله وشربه. قلت له شو بدك؟ قال لي عمار أنا صار لي شي 4 سنين ما أكلت، أنا صار لي 4 سنين يعني لو فيني شيل الحجر من الأرض بأكله، أنا شفت وراك أكل فأنا أكلت كل شيء. أنا كل الليل عم أبكي وشو بدي يا رب رجع لي أكله منه، هيك قول منه ليوسف ظلمني يا رب. ما قدرت نام، إجي الصبح الثاني فتح السجال باب ودخل الأكل على الكاريدور، وكان عقوبة ما راح يدخلوا أكل. قال رئيس المهجع حط لي واحد بنص المهجع، عندك كان عقوبة اليوم انك تحط واحد بنص المهجع لانه شخص راح يموت، راح يموت وسجن. فاجى رئيس المهجع حكي معنا مين بدي طلع؟ حاب يطلع. كانت ايامنا خلص ما ضل هدول القبضيات ماتوا كلهم. ما استرجي طلع حدا رئيس المهجع، وهو قال بطلع انا بموت انا ما بيتجرأ الموت صعب. فات رئيس المهجع على الغرفة، واحد كنا بهاي الايام بالغرفة 10، واحد اثنين غرفتنا الاخيرة 10، موت شخص بكل غرفة ودخل على غرفتنا ما في حدا بالنص. فشو بدي يعمل؟ سجان يضرب الكل بس ينقي واحد يموت. فضربنا ضربنا كلنا وشال واحد حطه بنص المهجع علو شلاح شلاح وحطه على قتل. بس بلشنا نسمع شخرة الموت. طلعنا بعد ما روح السجن طلعنا من هالشخص ما عرفنا انه وين ضرب كان على الرقبة والوجه، فما من ملامحه ما معروف شيء، ما بتعرفوا مين لا تعرف مين لا تعد الموجودين. فنطلع هيك نحن نعد الموجودين وما حدا يعرف مين الا هذا يلي ناتر شيء اللي كان انا الناتر، انا الناتر يرجع حقي اكل. فشفنا قتلن هذا يوسف يوم واحد بعده بس يوم واحد. فاجي رئيس المهجع قال لي عندي عمر هذا راح يموت خذ اكلته. ما مات فيني اخذ اكله. نحن كنا بصيدنا البناء الاحمر، فمحكمتنا كانت ميدانيه عسكريه ثانيه، ابشع محكمه بسوريا. بعد حوالي شي 24 يوم يعني بتاريخ 9/9/2014 اجى السجان وقال عمر الشغري حاضر سيدي، ما كان صار لي زمان بصيدنا يا سمك فيت الشهر. قال لي تعالوا على الاعدام. قال لي جيب تياب، جبنا تياب لبسنا تياب اخذونا حطونا بالسياره. لك ما عم يعذبونا بقى وين اخذونا؟ رحنا وصلنا بالقابون، وانا بعرف كيف القابون يعني عرفت اني بالقابون. اجوا الشرطة العسكرية واخذوني لعند القاضي، مكلبش مطمش بتروح لعنده. قبل ما تخلي عند القاضي بيجيبوا لك ورقة بتبصم علي، لما بكون ديتك مكلبشين لورا بتبصم من ورا بدون ما تعرف عشو، وبيطلعوك بعد البصمة بتفوت عند القاضي. عند القاضي ضليت حوالي 5 ثواني، بين 5 و6 ثواني. فت لعنده مكلبش قال لي كم ضابط قتلت يا عمر؟ قلت له ما قتلت حدا طلع لبرا. هاي محكمتي. كان يوم 3 المساء اجى السجان صاحي عمر، فكل واحد اسمه عمر بالسجن عم يرتجف. اجى فتح باب مهجعي طلعني لعنده قال لي ارفع جسمك. ما قدرت ارفع لانه الرعب كان يعني نحن بصيدنية دائما بضعية ركوع وايدك على عيونك، فقال لي ارفع راسك. فهي الكلمة كانت معروفة بيقول لك ارفع راسك او طلع فيني بس وقت بدي يموتك، وانا ما كنت بدي اشوف وقت بدي يموت، بدي موت وأنا مغمض. فما قدرت ارفع جسمي، بكل الأحوال شحطني وقال لي امشي معه واخذني على غرفة تانية. فكرت أنا طلعني على الإعدام لأنه هو قال لي بدك تنعدم. حطني بغرفة وسكر علي الباب لحالي بالغرفة، طلعت ما في حدا. فكرت أنه أنا رئيس المهجع لأنه أنا الوحيد هو، فأنا بدي موت بكرة الصبح معناتها بكل الأحوال وأنا عم جيب الأكل. ففكرت هيك، ولكن بعد شوي فتح باب الجناح، فانا وقفت حطيت ايدي على عيوني بنص المهجع كوني رئيس مهجع. قام زت لي الشغله وانا شو فكرت هون قنبله او قنبله غاز او شيء.
راح طلعت ورايا لقيت ربطة خبز مليانة، حبة بندورة هون حبة بندورة هنيك. طلعت أنا شو هذا؟ أنا ما عقلي ما تقبل إنه هاي ربطة خبز. وقت استوعبت إنه ربطة خبز ما استرجيت أكل لتاني يوم، ما بسترجي أقرب عليها. اليوم اللي بعده تصوري بس بهاليومين شو يعمل؟ كل ساعة يجيك سجان يسألني، كل ساعة يعني 48 مرة بيومين، عمر كيف بدك انك تموت؟ بأي طريقة بدك نموتك؟ بدك احدام بشنق تقطيع؟ وانا لازم اعطيه طريقة يموتني فيها مع تفصيلات، وما بده الجواب الاول يشبه الثاني. اخذوني على الاعدام، طلعوني برا السجن وحطوني بالطريق. وضابط واقف وراي، انا ما شايف بس حاسس، تعودت انا دهناتنا تمرنوا الدهن مثل حواسك الخمسه، انه السمع هو اللي عشنا عليه بصيدنا. فانا بوضعي السجود، وراي ضابط وراي صف عساكر، حكي شوي بعدين قال له لقم سدد اطلق، وطلع صوت نار. بس انا هون ما بعرف، الخوف اصعب من الوجع، أشد من الوجع، فما بعرف شو صار. بس يعني فترة طويلة بعدها قمت أنا طلعت هيك يمين ويسار، ما في حدا، أنا ما بتخيل إني رح أعيش. فوقفت فكان الشمس أول مرة، فغميت ما بعرف فقت، بس ساتني بفكرة شو؟ إنه في قناص بشي مكان. مستحيل، أنا ما مستحيل أقدر أستوعب فكرة إني رح أعيش، مستحيل، ما عقلي ما بيتقبلها. وركبت بالباص ورحت وصلت بالشام، وعند الجامع بالشام، واجا واحد اخذنا يلي كان منسق كل شيء، وما بعرف انا شو عم يصير، بس واحد اخذنا، يعني ما كنت بعرف كيف انا شكلي، كل الناس عم تطلع فيني بس ما بعرف ليش. ووصلت على فندق والزلمه اخذني على فندق، واول فندق كعرونا لنا نروحه، انت كنت بسيدنا ما بنستقبلك هون، رحنا على فندق ثاني. وساتني ناتر القناص يقوصني، ناتر انه رصاصا، انا بدي موت. بعدين صار بدي اسعاف، اخذ اجى حاول زلمي ياخذني على الاسعاف، الدكتور عم يعالجني سالني انت شو بك ليش هيك؟ قلت له انا كنت بصيدنا يا. حطني وبلش يرفسني بصبات، الدكتور المريضات وكبوني، مو طالعوني كبوني، زتوني برا المشفى، بلش الزلمي يتبالوا علي. وطلعت ووصلت على تركيا لقلتي بناس يلي انا ما بعرفه، ما بعرف حدا منهم خالص، جيت ناس كثير ناطرتنا كلنا عم يبكوا، تيجي تقرب علي مره عم تبكي كثير وتحوشنا، وأنا ما ريت أصل، هي أول حشني وأنا عبيت الدنيا دم، وأنا ما بعرف من هي. بتقول لي تبكي، بتقول لي أنا أمك ما بتعرفنا، يعني أنا 34-35 كيلو، فائد الذاكرة، ما ريت أصل، حاشتني قالت أنا أمك، ما بعرف شو بتقول لي. إجي الإسعاف والشرطة التركية أخذتني على المشفى لأنه كان كنت ما ريت أصل، لا أقدر نام ولا أكل ولا أشرب، بقدر موت. بس بعدين قالت أمي تبعتني عوي على اليونان، راح أخوي صغير معي يحمل لي الشنطة فيها شوية تيال، سافرنا اليونان، كفي على بلد بعد مقدونيا، صربيا، كرواتيا، سلوفينيا، بعدين النمسا. بالنمسا اساس خلص وقفوني يا جماعه، حوجي شو انا شايفيني جاي عم اتدرب هون، شو الرياضه الشغله؟ قالوا لي بدك تنام 4 شهور بالمشفى، قلت لهم موتوني اريح، شو بدك تنيمني بالمشفى؟ صار لي 3 سنين عايش بالسجن بنفس الغرفه، حوجي بقى. قالوا لي زعتوني على الصليب الاحمر، بعتني على المانيا، المانيا اول كلمه، اول كلمه ببلد المانيا والحضاره شلاح. قلت له ما بشلاح. قال لي شلاح بدنا نفتش. قلت له طلع فيني هذا شكله شكله، ما بدك تفتش يا عمي. قال لي نظام بدك تشلح. قلت له ما بشلح، اذا برجع سباحه او زحف على سوريا وبموت بصيدنا يا ما بشلح. قال لي ما بتدخل. قلت له بطلع، خدت اخوي ونمنا بالشارع. ثاني يوم شفنا علم ودون ناس علي ستره صفرة بتقول لك روح هون الطريق على الدنمارك، رحنا على الدنمارك،
عدد عائلي ما ما حاب اسال عنك. كفينا على السويد، بالسويد شو حصلت اول مساعده بجنوب السويد؟ مالمو سكونة. فبالنسبه لدكتور عايش بالسويد فما عنده هالحالات خالص. فبيرفع هو وبيطلع على جسمي اللي محفر تحفير وكله دم والتياب لازق على الجلد بسبب الدم والجرب والف مرض. فبطلع الدكتور هيك بيرتفع الادرينالين عنده ما عاد في يشتغل، فبيطلع لبرا شوي وبيرجع ومعه مترجم. سألني انت من شو هيك؟ قلت انا الزلمه كنت بالسجن 3 سنين بسجن سيدنا سياد. قديش عمرك انت ليش؟ قلت له عمري 20 21 سنه. قديش كان عمرك لما دخلت على السنه؟ قلت له 16 17 سنه. والدكتور ما عاد يعرف شو بده يعمل، حياته ما شايف هيك شغلات خالص. كركب الدكتور بعدين بلش يدير بال علي كثير. يعني تخت كامل إلي لحالي بالمشفى. كيفت أنا لما كنت بتركيا عشت لحالي، تجي واحدة تحط الأكل بتروح، فكنت نام على التخت هيك على التخت كله. ليش؟ لأنه أنا متعود نام هيك، بس أنا يعني سنين نمت هيك، بس أتعب نام هيك، وإذا بدي فيني نام هيك وفيني نام هيك كمان، فأنا هيك بعرف نام. يعني إذا بالواحد بيمد لجريتي 5 دقايق برجع بلاقيني هيك جمعت على بعضي. أنا شخص بحلم كثير، فيك تقولي إنه كل يوم. أنا فيق تعبان، أنا بركض كل أحلام بركض. يا حلم عم يركض وراي المخابرات، يا حلم أنا بالسجن. كل يوم. بحب العصافير كثير كثير، كنت روض عصافير كثير. فهذا الشيء لعب دور كثير انه انا احب منطقتي، لانه كنا على البحر، ساكنين على البحر بالضبط، على البحر وغابات ومنطقه رائعه جدا، جمال رائع جدا. كسجين 3 سنوات بالسجن خسرت اهلي وكل شيء، فبشكل طبيعي انا فكرت بالانتقام، او فكرت يعني انا بس بدي يوم اتشجع وامسك السجن واكله بسناني وموت بعدها ما مشكله. بديش يوم يعني اتشجع واعمل شيء، او اذا يا رب طلعت مكنه واحمل حجره، ما تمكنني ما ادفع حجره ولا اعمل مجازر فيها. بس بشكل عام يعني انا هالفكره يعني صرت احلم فيها حلم، ودائما عم فكر بالموضوع. فهذا الامر بتعب، انه انت بتحس حالك ضعيف، وهذا شعور بشع. الشخص يلي بيعمل مجازر، يلي بيخرب دنيا، يلي بيرمي المرأة أو بيتم طفل أو بيخرب مستقبل، هذا ما لازم يضل حر على كيفه، هذا لازم يدخل سجن. فهدول أنا أفكر فيها كتير، يعني لازم هدول لازم يوصلوا لمحكمة دولية. أنا بدي شارك تعميل، أنا عندي مسؤولية. في شيء اسمه حب الوطن نحن ما كنا نفهمه، بتفهمه لما بتطلع برا بلدك وما بتقدر ترجع عليها. أنا بشوف سوريا مثل اليابان، يعني تدمرت كلها، مثل ألمانيا تدمرت كلها، وبعدين شعبها بضويات بيرفعوها.